على بركة الله، أسعد الله أوقاتكم متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم، أنا اليوم في هذا البث المباشر. حنا اليوم كنتواجدوا بدوار العوينات نواحي القناطرة كيف ما كتشاهدوا معنا. هاد الساكنة اللي بانيها الجامع من 2012 في هاد مؤخرا ولا كيقطع عليهم ولا كيعانيو من مجموعة العوينات، غادي نسمع من عند اللسان ديالهم هاد الساكنة. مرحبا بك سيدي ومرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناة شوف تيفي، وجمعة مباركة، الله يتفاكم الصحة والسلامة وكل ما كتمنوا عند الله يا ربي يحقق لكم. عاود سيدي تفضل. خويا هاد الجامع عندنا من 2012. اسمح لي هنا إذا سمحتي. من 2012. نعم. وهو كيصلحوه وما كاينش شي إصلاح زعما ديال ما كاينش الفلوس، ما كاينش الناس اللي غادي يعاونونا لا المحسنين ولا هذا. نعم. ومن دابا في هذا رمضان، هذا في أي رمضان ماشي غير هذا، تندخلوا ليه كلشي كيسيل، ومازال غادي تشوفوا هنايا. نعم. هاد البلايص هادو كاملين. نعم. راه ما كاينش ما هنا حالة زعما ما يبغيهاش شي واحد. الله سبحانه وتعالى هذا. نعم. بيت الله خصنا نتهلاو فيه، خصنا الناس تجي من بعيد تبغي تصلي تشوف شنو كاين. راه دابا هنا الاستاذ كيرقد، الفقيه ديالنا. نعم. كيرقد في الماء. نعم. سي مو بالله العلي العظيم واخا يمكننا نشوفوها سي. مرحبا صدل. مرحبا مرحبا سيدي، جيت انا ولقيت الاستاذ والله العظيم الا كينشف الماء بيدو وكيخرجوا لبرا. نعم. والقبس كيطيع عليه وكل شيء، راه لا سمعه لا حتى شي حاجه. نعم راح نشوفو. سمحي حيت صبر الله يخليك. زيد هنا غادي تبدا من هنا. نعم. ان شاء الله شوف هنا بعد البصه هذه كيفاش دايره. نعم مازال غادي يجي معايا هنا. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، حنا في مسجد سميت المسجد؟ مسجد نور الهدى بدوار العوينة نواحي القنيطرة ولاد بورحمة. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، هاد الساكنة وهاد الناس ديال الدوار ديال الساكنة كيطلبوا بالإصلاح ديال هاد المسجد. السرابي دابا كنخرجوهم يوميا. أنتم كيف ما كتشاهدوا معنا. نعم يوميا كنخرجوا هاد السرابي كيسردوا. نعم كيسردوا. أستاذ ها هو كيخرج الحوايج وكينشر الله، هو مسكين شنو كيدير غير. نعم هاد السيد هذا. نعم عندنا هذا دابا من 2000 هذا هو الفقيه الامام ديال 2017 انتهى. السلام عليكم سيدي، وغادي ناخذ معك كلمه ايضا، غادي نشوفوا معك الكلمه ان شاء الله. نعم 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 هادشي هذا كامل كيطيح. هادشي كيطيح هذا كامل وكيسيل بالما، لقيته مسكين كيسيق هو هنايا في هاد البلاصه هذه. نعم وهذه هي كانت ينعس فيها. نعم شوف حالتها مازال، دخل عندي هنا وتشوف شوف كيفاش داير هادشي هذا. حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى شي محسن يعاوننا في سبيل الله في هادشي هذا، في هذا بيت الله. اش قال الانسان كيجي يصلي راه ما كيلقى والو. نعم. ما كيلقى هادشي هذا، ما كاينش الماء، فين غادي يقعد؟ هاد السيمانه هادي خرجوا هادشي كامل مع هاد الامطار اللي دارت. الحمد لله الامطار الخير الحمد لله. دابا التراويح عرفت النهار الاول رمضان وثاني رمضان. نعم. سيمو بالله الفقيه لقيتو كيسيق هنا كيحيد الماء. نعم. وهاد الزرابي وهادشي كلشي كيسرد. شوف انت شوف هاد الحاله كيفاش دايره. نطلبوا الله سبحانه وتعالى هو يكونوا المحسنين ولا شي واحد اللي غيعاوننا على هذا البيت. الله حنا ما بغيناش شي حاجه، بغينا ولو السلعه ولو غا الجليج. دابا حنا واعرين في الجليج الفوق ديال السقف اللي من ديال السقف الفوقاني مازال غادي يطلع وتشوف. نعم. ما عندناش منين غادي نجيبوا الجليج، الناس هنا ضعاف مساكن، ما كاينش شي واحد زعما اللي نقولوا اللي غينوض ويجيب السلعه ويجيب والو، ما كاين حتى شي واحد. نعم. نطلبوا الله سبحانه وتعالى شي محسن اللي غادي يجي. نعم. يعمل معنا هذا الخير. مازال هذا راه الماء تيطيح، راه القبص دابا كيطيح ما كثير مع هاد الشتا هادي، راه كامل كيطيح ما كاينش. راه قلت لك راه الناس هنا كيصليو والقطره خدامه، راه هادشي هذا لا حول ولا قوه الا بالله. نعم غادي مباشره نتكلموا مع الفقيه. نعم السلام عليكم سيدي ومرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا الان باش تعرفوا الموضوع. فاحنا اليوم كنتواجدوا بمسجد نور الهدى بدوار العوينات نواحي القنيطره كيف ما كتشاهدوا. هذا الفقيه ديال او احنا كنقولوا امام الجماع ياك سيدي. نعم امام الجماع فكيعاني من هذه المعاناه وكيطلب من الناس محسن انهم يساعدوا. غادي نسمع من عندك سيدي. مرحبا بك، الاسم ديالك سيدي؟ سي احمدي. مرحبا بك سيدي ومرحبا بكل المتابعين اللي تحقوا بنا الان. عاودنا سيدي المعاناه ديالك مع في هذا المسجد وعاودنا كل شيء. المسجد خاصو الاصلاح. نعم. وخاصو الفورما من فوق. قرب الميكروفون. نعم. خاصو الفورما من فوق. نعم. يعملوا الجليج من فوق. نعم. وخاصو الحيط ديال المسجد، خاصو الحيط. نعم. من هنا اتجاه وبيت الماء ديال الطواليت خاصو يصلحوا. نعم. وهذا المحل بعد نشوفوه خاصو الاصلاح. نعم. هذا المسجد فيه رجال ونساء ولا غير الرجال؟ هذا على الرجال. هذا فيه الرجال. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. دونك هذا المسجد ديال الرجال. نعم. قلت نهار الاول في رمضان المبارك وحنا اليوم السادس فيه قلت لنا الاخ انا وكان كنت كت الماء كيهود هنا في هذا المسجد هنا في هذه البلاصه. نعم. اجي ولينا الله يخليك. هاتجاه في هذه البلاصه هذه في هذا الاتجاه. نعم. في البلاصه الماء كيهود هنا. نعم. وكنحيدوا بالجفاف.
هذا هو خاصو يصلح، خاصة هنا الفرمة والزلج من فوق منا. نعم باش ما يبقاش يتقطعنا الماء. وخاصو الصباغة على المسجد. نعم. خاصو حنا مازال السمعة موصولة. خاصو السمعة. نعم. خاصو السمعة المسجد، خاصو السمعة. نعم. غادي غادي نقول. نعم. نعم. خاصو الحيط المسجد، خاصو ضروري الحيط هنا في الاتجاه أمام المسجد. والبيت من الطوالت ديال المسجد خاصو يصلحوا. نعم. وخاصو ضروري نزيدوا امام المسجد شي ضاله فوق الطوالت. نعم. نعم. واخا سي غادي نمشي نشوفوا معاك هذه المسائل اللي قلتي مع حبيبك معنا ونشوفوا مع حتى الناس. بسم الله. كيف ما كتابعونا المتابعين الافاضل، حنا اليوم كنتواجدوا بمسجد نور الهدى بدوار العوينات. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، هذا الناس ديال الدوار والسكينه، ومعنا حتى السيد الفقي اللي كيطلب من جميع المحسنين انهم يساعدوه في هذا بيت الله. ها انتم كتشاهدوا معنا المتابعين، تخرج تزيد هنا. نعم، لان هنا عندهم معاناه قويه. كيف ما كتشاهدوا هذا الحمام اللي كيسنجوا فيه ويتوضعوا فيه، ها انتم كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين. نعم، كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، فكيطلب من جميع المحسنين اللي قادر انه يستطيع انه يعاونه. فالرقم ديالهم كاين في الصندوق الوصف، وغادي نقول لكم الرقم ديالهم ايضا. كيف ما كتشاهدوا هذه الضاله خاصها تجيب امام المسجد. نعم سيدي، امام المسجد هذا، وهذا يكون هنا سور. نعم امام هذا، ما يبقاش هذا، هذا بغيتو يكون هنا صور. لا هو. نعم. والباب يكون هكا. نعم. يكون هنا. الباب الله سبحانه وتعالى. نتمنى ان شاء الله المحسن انهم ربي يعاونوا يلقاو ان شاء الله في هذا الشهر الفضيل عند الله سبحانه وتعالى، ان نلقاو الناس محسنين انهم اللي يساعدوا في هذا بيت الله اليوم كنتواجدوا فيه. نعم. نشوفوا السمعة كيف ما قلتي. السيد. نعم، راه الرقم ديال هذا السيد كاين في صندوق الوصف. نعم، غادي نشوفوا السمعة اللي قلتي لي. ان شاء الله. تفضل. واخا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، كنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجيو، لان كتستحق هذا اللايف، يستحق انه يبارطاجا، لان الناس محتاجين الحق، وهذا هو المسجد الوحيد اللي عندنا في هذه الدوار هذه. كيف ما كتسمعوا هانتوما، كيف ما كتشاهدوا راه دايرين كيف ما كتشاهدوا الخشب هنا الاعمده باش ساترين به، كما كنقولوا هانتوما. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، وهذا الحيط. نعم هانتوما، يعمل المرطب هنا السمعة يا كسيدي. ها هو السمعة. نعم. حل الباب باش نطلعو الفوق هاك الساعة. نمشي نطلقهم. هاد السمعة هاد السمعة تكبر هنا. ما سمعنيش من الكلام. هانتوما كيما كتشاهدو، بالنسبة للسمعة فهما كيطلبوا أن الناس اللي يقدروا يساعدوهم في هاد السمعة هادي، كتشاهدو معنا المتابعين الفضيل، ها هي. هانتوما هذا هو سميتو، هذا البيت اللي دايرين فيه المحمل ديال الأموات. تصلح. نعم، وكيطلبوا انهم يصلحوه. هذا السكون ديال الامام ان شاء الله. نعم. خاصها توسع شويه. انتم كيف ما كتشوفوا هذا البيت. الفرمه من فوق والزليج. انتم هذا البيت. هذه خاصها الزليج من هنا انت. فكنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجيو ويجزيكم بخير. فكيف ما تابعتوا معنا المتابعين الفضيل، حنا اليوم كنتواجدوا بمسجد نور الهدى بدوار العوينات بنواحي القنيطره، ولاد بورحمه نواحي القنيطره، نواحي القنيطره. فكيف ما تابعتوا معنا المتابعين الفضيل من الاول، فهاد الناس الساكنه كيطلبوا بانه يصلح هذا المسجد، فاللي قادر انه يصلح فالرقم ديالهم كاين في صندوق الوصف، وغادي نقول لكم الرقم ديالهم. خذ المايكرو الله يخليك وقول الرقم ديالك اسيدي. واخا الرقم ديالكم هو 06 نعم 33 نعم 21 42 45. عاود الله يخليك. 06 33 21 42 45. اذا كيف ما تبعتي معنا المتابعين الفضيل، فالرقم ديالو هو 06 33 21 42 45. فالله وليده واجر محسن. فكنتمنى من جميع المتابعين اللي قادر انه يعاون، فهذا هو الرقم ديال الناس اللي هو مبتدي لهاد الناس اللي حط الرقم ديالو في صندوق الوصف. وشكرا لكم على المتابعه، وكنتمنى منكم انكم تبارطاجوا، لانك تستحق تبارطاجوا. السلام عليكم. الله يرحم الوالدين. اللهم امين سيدي.